عظيمة، مرحبا بكم مع أمولا. كما قاعدين تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا شوكولا شو سهلة وفي صافي ما تحضر، ما تنساوش لايك وبارتاج. نمشيو مع بعضنا نشوفوا الطريقة. خذيتوني الكروينة اللي باش نطيب فيها، خذيتوني زوز مغارف سكر، كان تحبوها أكثر حلوة تنجموا تضيفوا. أنا زوز مغارف الحقيقة باهين، مغارفة انشي. طريقة يعني سهلة برشا، وتنجموا انتم تحضروا الكمية اللي تحبوا عليها. انا هذه الكمية باش نعملها نتاع دو بيرسون، معناها نتاع زوز اشخاص. تنجموا تضاعفوا الكمية اللي تحب تعملوا معناها ما اكثر. هوني خذيت 250 مليليتر معناها حليب معناها عادي، وهوني مغرفة ونص تقريبا الكاكاو اللي عندي موجود في الدار، تاخذوا اللي عندكم انتم زادة. نخلطوا الكل في البارد بطبيعة الحال بالباهي، ومن بعد نمشيو على الغاز نتاعنا حتى لين تطيب بطبيعة الحال. نحسوها بدات هكا بشوي بشوية معناها الشوكولا نتاعنا تكون معناها باش تحضر. باش نحط معاكم هيك طابع الكبير هذاك، حبيت نعمل هذا باش نتوما الناس الكل تعرفوا. الطابع هذاك 50 غرام، حبيت نحط الطابع هذا باش الناس الكل تعرف يعني الكونتيتي اللي باش يحطوها بالفروض باش ناخذ يعني هيك ونقول لكم احسبوا الكل. دونك حطيتها حسيتها تكون اسهل. كملت هوني ضفت مغرفه عطر شيء، هذيك اللمسه نتاعي الخاصه الحقيقه، تحبوا تحطوا تحبوا ما تحطوش. تذوب الشوكولاته بتباعها، ومن بعد تمشيو نحطوا في الكوب نتاعنا. تنجموا تعملوا الكريمه معناها شانتيي، تعملوها بالماء ولا بالحليب وتزينوا بها من فوق. انا ما نحبش الحقيقه، نحبها هكا نزين هكا شويه فيك واللي موجود عندي في الدار كهو. دونك هذه هي شوكولا شو باي امولا، ان شاء الله تعجبكم. هوني حطيت شويه بوفري وهكا من فوق، تزينوا باللي تحبوا انتم. هذه هي طريقتي في التقديم، شوكولا شو باي امولا بنينه برشا، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله انتم تجربوها. هاكا مقادير سهله وفي صافي ما تحضر زيدا كيف كيف. ما تنساوش لايك وبارتاج، وديما شجعوني على قناتي على اليوتيوب كيتشن امل تونيزيان. في انتظار وصفات اخرين، حبكم برشا الناس الكل، في امان الله بسلامه.